قبل ما نختم مع حضراتكم لازم طبعا نبارك للاعبنا المصري مؤمن زكريا المعار من نادي الاهلي المصري نادي اهلي جده السعودي بفوزه بافضل هدف في الجوله. هنشوف مع حضراتكم هدف مؤمن زكريا في بطوله دوري ابطال اسيا اللي فاز بافضل هدف في الجوله وهي كانت الجوله الاخيره. مؤمن زكريا طبعا بيتالق مع نادي اهلي جده، نادي اهلي جده كان بيلعب في دوري ابطال اسيا، مؤمن زكريا نجح ان هو يجيب هدف رائع جدا. وزي ما قلت لحضراتكم يعني البركة طبعا ربنا ثم المصريين اللي شاركوا في التصويت طبعا وحب الناس لمؤمن زكريا، وطبعا جماد الهدف اللي احنا هنشوفه قدام حضراتكم كان سبب في فوز مؤمن زكريا بالهدف بافضل هدف في الجوله. يعني بصراحه لاعبتنا بسم الله ما شاء الله بيأدوا باداء رائع جدا سواء في الدوريات الخليجيه او في الدوريات الاوروبيه. يعني كان نفسنا ناخد اكتر من خبر للاعبتنا المصريين، لكن ده اهم خبر طبعا بعد خبر محمد صلاح بإن شاء الله تتويجه وترشيحه للفوز بهدف بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. ده الهدف يعني هدف رائع جدا وهدف يعني صعب جدا على حارس المرمى. و